السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة ان شاء الله نتيجة الثانوية العامة هتظهر النهاردة. الأوائل ظهرت من ساعات قليلة جدا، وعلشان طبعا تكون جاهز على طول تجيب النتيجة، فاحنا هنعرفك يعني ازاي تسجل بياناتك بحيث لما النتيجة تظهر تعرف النتيجة بتاعتك فورا. أول حاجة بندخل في بحث جوجل، نكتب نتيجة الصف الثالث الثانوي اليوم السابع، هيظهر معاك نتيجة البحث ديت، هنضغط عليها وهسيب لك برضو الرابط في الوصف. تمام، بعد كده بندخل نبدأ ننزل كده. ثواني، بيبدأ يظهر معانا هنا كده زي ما احنا شايفين، سجل منها الحصول على نتيجة الثانوية العامة، نضغط عليها وبعدها بتبدأ تملى بياناتك، الاسم ورقم الجلوس وتختار الشعبة والمحافظة والبريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني طبعا بيبقى البريد بتاعك انت ورقم الموبايل. بعدها بتضغط سجل الآن، وكده تكون بياناتك اتحفظت. أول لما النتيجة تظهر على طول تدخل على الموقع علشان الضغط وكده، والنتيجة تظهر معاك إن شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا.